في هذه التجربة سوف نتعرف على الجاذبية، وهي القوة التي تمارسها الأرض على الأشياء لتجذبها نحو مركزها. نحتاج من أجل ذلك إلى كتابين، واحد ثقيل والآخر خفيف. أمسك كل كتاب من أعلاه بهذا الشكل، ثم ارفعهما هكذا حتى يكونا على مستوى واحد، ثم دعهما يسقطان في الوقت نفسه، وسنرى ماذا سيحصل. كما ترى، لقد لامس الكتابان سطح المكتب معا في الوقت نفسه، وهذا لأن قوة الجاذبية تجعل الأشياء تقع معا بالسرعة نفسها وفي الوقت نفسه مهما كان وزنهما.